الرحمن الرحيم. نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل ان شاء الله. احنا عملنا الترمات بتاعتنا، فاضل الاعمدة زي ما اتفقنا. ناخد عمود زي ده اهو، كوبي في موجود منه واحد هنا تحت اهو، ناخده من هنا وهنركبه فين؟ هنركبه هنا كده. طيب وايه كمان؟ في واحد تحت وواحد فوق هنا، هنروح مركبين دوت هنا كده، وهنروح مختارينه كوبي، وهنروح مركبين اللي فوق. تمام كده. طيب كده خلصنا من الصف ده. تعالى نيجي الناحية التانية، هنلاقي واحد محطوط اهو، ناخده كوبي من هنا لهنا. تمام. طيب في عندنا ايه؟ اتنين زيهم هنا، هنروح واخدين ده من هنا اهو كوبي، هنحط العمود ده هنا، وهنحط واحد تاني هنا اهو، ممكن ناخده موف من هنا كده. هنركبه فين؟ هنركبه هنا، نلقط امتداد ده مع امتداد ده، ايوه يبقى هيركب هنا. طيب فاضل ايه بقى؟ في عمدة تانية رأسية؟ في واحد كمان هنا كوبي. انا بعمل معاكم امور بدائية جدا، يعني انا ممكن كنت احدد الاتنين دولت واعمل ميرور هنا يروحوا منقولين الناحية التانية هنا، وده كنت عامل له ميرور كان اتنقل هنا. تمام. فاحنا ايه ممكن نعمل دولت في الباقي ازاي؟ تعال نشوف. يعني هناخد العمود ده والعمود ده والعمود ده، وهنقول ميرور، وهنيجي هنقول ميد بتوين تو بوينت، هنختار اول البلان واخره. فاحنا كده يبقى جبنا نص البلان بالظبط. هتنزل رأسي تماما، هتقول له اي هنا انتر، ادي الاعمدة اللي انت كنت المفروض هتركبها ايه هنا. طيب فاضل ايه؟ فاضل الاعمدة اللي هي نايمة، هتعمل ده روتيت اهو، ثواني استنى، ده روتيت نعمله رأسي، ايوه بعد كده اهو هناخده كوبي، وبعدين هناخد العمود من هنا نركبه فين؟ نركبه هنا، ثواني ايوه كده بالظبط. ده طبعا جاب الغلط، بس الاوبجكت سناب اختاره بالغلط. عندنا فين تاني؟ في عمود تاني هنا اهو، تاخد ده كوبي من هنا كده. تاني فين؟ هو على الحدود بالظبط، داخل جوه شوية هنا كده يعني. تمام. فاضل ايه؟ فاضل واحد عند السلم من هنا، وفاضل خلينا نركب ده هنا كده، ونبدأ نظبط منه. ناخد من هنا كوبي، ونحط واحد هنا. فاضل ايه تاني؟ الاتنين اللي تحت. طيب كوبي ونركب هنا، كوبي ونركب هنا، نلقط هنا نعمل امتداد، ونلقط هنا نعمل امتداد. كده انا جبت امتداد النقطتين مع بعض، اركبه مكانه. في اعمدة تانية، في هنا اهو، في اتنين هنا، هناخد ده من هنا موف، هنركبه فين؟ ثانية واحدة،
انا ده موف. هيركب فين بقى؟ هيركب هنا وهيركب الناحية التانية. تمام، في عمدة تانية. اعتقد كده الاعمدة كلها اتعملت. هنيجي بقى بعد كده للابواب. بس دلوقتي الاعمدة اتعملت. انت عمرك شفت حيطة دخلت جوه العمود ولفت كده؟ هتقولي لا طبعا يا مش مهندس. هقولك طب والحل؟ هتقولي اعمل لير ايزوليتي هندسة واختار العمود واختار الحيطة وقول له انتر واعمل ترم للايه، للحيطان اللي جوه الاعمدة. تي ار انتر انتر، شيل دولت وشيل دولت. تمام كده، وشيل دولت وشيل دولت ودولت كمان ودولت. ثواني، دولت تمام كده. تمام، طبعا الحاجات اللي زي كده هنظبطها بس لما نركب الابواب. نعمل لير بريفيوس كده. ايه المبنى قدامك اهو، فاضل ايه؟ فاضل الابواب والشبابيك. احنا ممكن ناخد نموذج لباب زي ده، ناخد نموذج. طبعا البيبان والحاجات دي هتبقى بلوكات. هناخد مثلا نموذج لباب زي ده، هنركبه فين؟ هنركبه هنا مثلا. تمام، ايوه، وراكب على اول هنا. طبعا مفيش حيطان بتبقى مقفولة على بعض، لازم الحيطان تبقى مفتوحة. تمام كده، فالباب هيبقى ايه، حاجة ايه، نعمله بلوك الاول، نسميه اي حاجة، وبعدين نقول له اوكي. فناخده ايه، هناخده موف. هركب الباب ده مثلا هنا، او نخليه زي ما كده، حاجة كده يعني. طيب ده بالنسبة للباب اللي هو ده كده. طيب ممكن اخده بره، كوبي اخده هنا، وبعدين اعمل ميرور اهو، واخد من هنا كوبي، وابدأ ايه، اعمل الباب التاني اللي هو الباب ده مثلا، وليكن هنا. وراح اعمل تي ار انتر انتر، واسس دي كده ودي كده. تمام، ايه كمان؟ ده كمان الباب ده خلص. طيب الباب ده ممكن نعمل له روتيت ونلفه، وناخده من هنا كده كوبي، واخده من هنا اهو. هنركبه فين؟ هو راكب عند وش العمود تقريبا هنا كده، او على بعد مسافة معينة. هتقول له تي ار انتر انتر، تختار الخط حسب ما تختارش الاكس. وعشان تبقى اضمن ممكن تقفل الاكس، تعمل له لير لوك، عشان لو الترم اختار الاكس بالغلط ما يحصلش حاجه. فاحنا نعمل لير لوك للاكسات. طيب تعالى نعمل ده ايه، هناخد ده كمان، هنعمل له روتيت. انا ماشي معاكم باوامر بدائيه جدا، كوبي وروتيت وكده، لكن بلان زي ده اصلا المفروض ما ياخدش معاك اي وقت. هتيجي هنا هتاخد حاجه زي كده، تي ار انتر انتر. تمام، بعد كده عندك ايه، عندك